عليكم، يعطيكم العافية. معكم حسن من قناة أكستكي. اليوم عندي لكم بدل البرنامج لعبة اسمها Altos Adventure. لما تسوون سيرش بالبلاي ستور أو بالأب ستور، طبعا موجودة على الآي أو إس والأندرويد، راح تلقون اسمها Altos Adventure. لما تنزلونها تلقون بس الاسم Alto. اللعبة من مميزاتها إنها بسيطة وسهلة والموسيقى جدا قوية، وأيضا ما تملوا منها، يعني عادي تردوا مرة ثانية تلعبونها. بالنسبة حق التحكم فهو جدا سهل وبسيط. خلينا نشوف أول شيء بالنسبة حق القائمة. ندخل القائمة هنا على اليسار، في عندنا الأهداف اللي لازم توصل لها في هالمرحلة هذه. طبعا كلها مستويات، يعني الحين أنا واصل المستوى الثالث، الأهداف لازم أمشيهم هذولي. بالنسبة حق الإعدادات موجودة هنا إعدادات الصوت، اللغة العربية مدعومة بالكامل هنا، وهذا شيء جدا ممتاز. هذا بالنسبة حق جوجل بلاي، يدعم لنا الأتشيفمنتس والنقاط والإحصائيات كلها موجودة هنا. ورشة العمل، إذا تبي تشترون شغلات عن طريق النقاط أو عن طريق الفلوس وتضيفونها على اللعبة، في فترات معينة يضيفون لكم شيء هني، يعني حق وقت معين تشترونه تقدرون تضيفونه على اللعبة، وبعض المرات لا يشيلونه ويحطوا لكم بس النقاط الموجودة هني. طبعا تقدرون تضيفون النقاط سواء عن طريق مشاهدة فيديو. طق هني للبدء. الفكرة إنك لازم تجمع حيوانات اللام الموجودة هني وأيضا الفلوس. أهم شيء ما تطق بالصخرة أو تنقلب وقت الحركات، يمكن أصعب شيء الصخرة هي اللي هي هذي تو طقيت فيها. إذا ضغطت على الشاشة ضغط مطول راح يسوي حركة بالهواء، وزين أضيف لك نقاط أيضا زيادة. وفي السلك اللي تشوفونه، السلك هذا إذا تعلقته فيه أو طيته فوقه أيضا راح تحصلون نقاط زيادة. أنا ما لطيت عليه. مجرد ما تطقون على الشاشة تنقون الضغط المطول راح يسوي لكم حركة. سويت الحركة غلط راح تطيحون. تشاهدون الفيديو تردون نفس المكان أو تبدون نهاية الجولة وتردون من الفيديو. في شغلة هنا أيضا مميزة، لو تلاحظون الجو تغير أو وقت اليوم نفسه تغير، يعني تقدر تبلش الصبح تنتهي مثلا العصر أو المغرب وتشوف الأجواء شلون تتغير معاك. الليتات تتبطل، لو تلاحظون الحين صار بالليل، ايضا الجو يتغير، ممكن يطق مطر، ممكن يصير هواء الحين يطق مطر معانا. اذا سحبنا لليسار في عندنا الزن مود، هذه تشغلك اللعبه بشكل لا منتهي، يعني تقدر تلعب اللعبه هذه وما تخلص معك اللعبه، فقط تستمتع بالموسيقى. طبعا هني يفضلون انك تستعمل سماعات الهيدفون لان هني موسيقى وايد قويه وايد حلوه ومريحه للاعصاب. طبعا لما تلبسون سماعات تصير الموسيقى ايضا اقوى وتدشون فيها بشكل اكبر. لما تضغطون زر الرجوع او زر المنيو راح تشوفون نمط الصور هني، تقدر تصور الشاشه باي وضع من الاوضاع الموجوده عندك هني،
الرئيسية إعادة بدء أو متابعة نمط الصور. مفتاحها تقدر تصور الشاشة، تقدر تشاركها وتقدر تحفظها عندك. هذه هي باختصار لعبة ألتوس أدفنتشر. لعبة جدا ممتعة، ومثل ما قلت لكم يعني ما تزهقوا منها، تقدرون تلعبونها بأي وقت، ونظامها سهل وبسيط يعني أي واحد يقدر يلعبها، مو شرط تكون شخص كبير أو شخص صغير. أتمنى تكون عجبتكم اللعبة هذه أو الاستعراض حق اللعبة هذا. إذا عندكم أي اقتراحات أو آراء أو تبون تشوفون لعبة معينة، عندكم طلب حق برنامج معين، أتمنى تذكروا لي إياه في الكومنت تحت. شكرا جزيلا على المتابعة ويعطيكم العافية.